النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، منصة أبواب التعليمية المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس عرب، والتي تشير إلى وجود كميات كبيرة من السحب والغيوم الركامية الرعدية باللون الأبيض، تشكلت وأثرت على أجزاء مختلفة من المملكة في أوقات مختلفة من ساعات نهار هذا اليوم. شملت الأجزاء الشمالية والوسطى والمناطق الجنوبية وحتى الشرقية من المملكة. من المتوقع أن تبقى المملكة ضمن تأثير هذه الأحوال الجوية غير المستقرة بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة القادمة. خلال ساعة مساء هذا اليوم هطلت أمطار غزيرة في أجزاء عدة من مناطق محافظتي الكرك والطفيلة، وامتدت باتجاه العاصمة عمان ومأدبة والزرقاء وشمالا باتجاه المفرق وأجزاء من جرش والبلقاء، وسجلت كميات جيدة جدا من الأمطار حتى الساعة، بلغت في بعض المناطق سنتعرف عليها حوالي 22 ملم. هذه ذات الصور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تحركات السحب باتجاه المملكة. كما نلاحظ هناك خلول لتواجد السحب بشكل مؤقت في المنطقة الجنوبية، ولكن خلال ساعات هذه الليلة يتوقع تدفق كميات كبيرة من السحب الركامية الممطرة باتجاه المنطقة الجنوبية بما في ذلك مدينة العقبة، بحيث يتوقع تجدد الأمطار في تلك المناطق وتوقع هطولها على فترات طويلة تمتد حتى ساعات متأخرة من صباح يوم الجمعة. قبل الانتقال لتوقعات الأحوال الجوية، يتوقع بمشيئة أو سجلت كميات الأمطار التالية في المملكة الغربية: العاصمة عمان 20 ملم، في الزرقاء سجلت أعلى كمية أمطار بحسب محطات الرصد الجوي التابعة لطقس العرب، وصلت إلى 22 ملم، في جرش 2 ملم، في إربد 1.5 ملم، في السلط 7 ملمات، وفي مأدبة 12 ملم، في جنوب عمان 17 ملم، في الطفيلة 5 ملمات، في جبال أشر تحديدا في الشوبك 8 ملمات، وفي معان 1 ملم، وفي خليج العقبة سجلت 3 ملمات من الأمطار. توقعات الأمطار خلال 24 ساعة القادمة، كما نشاهد هذه المنطقة التي شاهدنا قبل قليل خالية من تواجد السحب، وهذه الأمطار المتواجدة في الجنوب الفلسطيني يتوقع تدفقها باتجاه المناطق الجنوبية من المملكة هذه الليلة، بحيث يكون الطقس هذه الليلة في المناطق الجنوبية ممطرا على فترات بشكل قد يكون أيضا غزير ويعمل على جريان الأودية وتشكل السيول في هذه المناطق. تبقى فرص الأمطار أيضا حاضرة في بعض الأجزاء الشمالية والشرقية من المملكة. غدا صباحا يتوقع هطول الأمطار في عموم المناطق الجنوبية من المملكة خلال ساعات الصباح، وفي ساعات النهار قد تهطل أيضا بعض الزخات المحلية من الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى. يتراجع تأثير هذا أو هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي مع ساعات مساء يوم السبت بمشيئة مساء يوم الخميس الجمعة بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة عمان، أجواء تكون ماطرة أحيانا وعلى فترات درجة حرارة الصغرى 8 درجات مئوية. نتعرف على الأحوال الجوية خلال ثلاثة أيام القادمة، تكون إذن 13 إلى 8 يوم الجمعة، استقرار على الأجواء يوم السبت 15 إلى 7، لكن مع تشكل الضباب في ساعات الليل الأجواء مستقرة تبقى يوم الأحد من 15 إلى 8 درجات مئوية. دعونا نتعرف الآن على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الجمعة والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمالا من إربد 16 إلى 8، عجلون 14 إلى 8، جرش 15 إلى 8، وفي مفرق من 15 إلى 7 درجات مئوية، والأجواء غائمة جزئيا مع بعض الفرص غدا لهطول بعض الزخات المحلية من الأمطار. المناطق الوسطى من المملكة تكون في العاصمة عمان 13 إلى 8، البحر الميت 20 إلى 15، مأدبة 14 إلى 8، السلط 12-8، وفي الزرقاء من 16-8، مع أجواء أيضا غائمة جزئيا، فرص لبعض الزخات من الأمطار تكون محلية الطابع، في حين تشهد المناطق الجنوبية من المملكة أجواء ماطرة في ساعات صباح يوم غد. كما نلاحظ الكرك 12-8، الطفيل 12-7، معان 14-8، الشراء 9-5، وحتى في خليج العقبة تنخفض كثيرا درجات الحرارة عما هو معتاد عليه في الأيام الماضية، وتسجل العظمى 21 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 16 درجة مئوية. نختم هذه الجولة في المناطق
المناطق الشرقية للمملكة تكون في رويشد 14.7، في الصفاوي 13.7، وفي الأزرق من 17 إلى 7 درجات مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. ندعوكم دائما لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من عدم التواجد في بطون الأودية والمناطق المنخفضة والمنحدرات بسبب ارتفاع احتمالية جريان السحب بشكل جريان السيول بشكل لافت في مناطق مختلفة من المملكة. كما ندعوكم إلى الانتباه أثناء القيادة والانتقال بين المحافظات، إما بسبب عبور السيول للطرق أو حتى بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في بعض المناطق. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.